خبر آخر متعلق بالحشاشين معنا اليوم، لكن أنا صراحة أخف شوية من يعني تقل جدل التاريخ والانتقادات والأمور الثانية. ففي صورة تم تداولها بشكل فواسع للفنانين فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد من كواليس الحشاشين، والصورة ذكرت الناس بمشاركة الفنانين مع بعض ببطولة فيلم ثقافي من قبل 24 سنة. حقيقة الصورتين جنب بعض كده يعني مبهجين، لكن صار في كمان خفة دم يعني حقيقية بين التفاعل الفنانين اللي صار مع الصورة أصلاً. ففتحي عبد الوهاب نزل الصورة وقال ده شقاوة قديمة، أحمد عيد راح عمل لي بوست الصورة وقال الحمد لله ربنا تاب علينا من الثقافي، بس ما بعدناش كتير حشاشين برضو.